ما هو الإيمان؟ إيمان تياغوشا لابد في تعريف الإيمان من ضوابط أو أمور خمسة في تعريف الإيمان. تعريف إيمان واسطة من واسطة ألمينت كما بانت ضابطين ما أهم بزاني. هو قول باللسان كأن تقول لا إله إلا الله. أول يمشين كتو الزبان سرى قاب بجنيه أن تكتو بوسي لا إله إلا الله. هذا الذي تقول بلسانك لابد أن تعتقد هذا بقلبك. وهمي چيزا كتو الزبان توكا قشغايتي واسطة ألمينت كتو همي چيزا اعتقاد بياره دلته كاتشي منغه اقرار يعني الباطن يوافق الظاهر يعني تي تيرندري تي ظاهري صورته هم موافقته بكنغو و لابد ان تعمل بهذا سواء تعمل بقلبك ان تخاف من الله لا من غيره او تصلي تصوم بجوارحك وبدا مي واست علمينك ما عشان سر عمل بكني عمل تي توري دلته كي عملي بي هنچك تو ترسه الله رب العالمين يتي ظاهري صورته عملي بي كي نماز ورتو هم بكنيغو والإيمان يزيد وإيمان الجن جيش هم بي وينقص وكم هم بي هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة نسأل الله يجعلنا وياكم منهم والله أعلم وإي إيمان أهل السنة والجماعة كرا